ساديو ماني لاعب كرة القدم السنغالي الذي يلعب بفريق ليفربول سحر الجميع بسرعته، ففي الفترة الأخيرة أصبح يجري في الملاعب مثل الرياح. يلعب ماني في واحد من أفضل أندية كرة القدم، وهو أحد اللاعبين المشهورين على مستوى العالم ويكسب الكثير من الأموال. إذا كنتم تظنون أنه يعيش في رفاهية طوال عمره فأنتم مخطئون، لأن ماني عاش في صغره من الفقر والكثير من الصعوبات. سرد اللاعب النجم تلك الأيام الصعبة أثناء أحد اللقاءات في الفترة الأخيرة. ولد اللاعب في العاشر من نيسان عام 1992 في مدينة سيدهيو في السنغال، وتربى في قرية فقيرة تسمى بامبالي. يبلغ عدد سكان القرية 24213 نسمة، وتبلغ 5% من حجم نادي ليفربول. ولد ماني لأسرة كبيرة العدد، ولم يستطع والداه أن يوفر لهما أساسيات المعيشة، لهذا انتقل ماني في صغره ليعيش مع عمه. كبر ماني في منزل عمه والذي يبلغ عدد الأفراد به 11 فردا بما فيه عمه وأولاده. يقول اللاعب الذي اكتشف سرعته المطلقة أن هذا شيء طبيعي، كما يقول إنه لا يأخذ شيئا إضافيا لتحسين سرعته، بل يرى أنها هبة من الله تعالى. ساعدته سرعته في الفوز بالمسابقات المدرسية في الجري، فهو يجري دائما، بل يجري لمسافات طويلة جدا. وعلى الرغم من سرعته تلك، فإنه لم يكن لديه دراجة قط، ولهذا كان يذهب إلى أي مكان راكضا. فهذه حياة ماني الذي استطاع أن يصبح من أفضل لاعبي كرة القدم المشهورين عالميا دون مساعدة والديه، بل ذعر الكثيرون عندما أصبح لاعبا، حتى إنهم أرسلوا إليه من يعيده إليهم، فلم يفكر أي منهم أنه سيصبح لاعب كرة قدم مشهورا، وطلبوا منه أن ينهي تعليمه أولا ثم يجرب بعد ذلك لأن يصبح لاعب كرة قدم إذا أراد ذلك. وبالفعل جرب ماني وأصبح لاعب كرة قدم حقيقيا. يقول ماني إن ضيوف وهو أول وأفضل لاعب كرة قدم رآه ولا ينسى قط الهدف الذي سجله أمام فرنسا في كأس العالم عام 2002، فلكي يشاهد تلك المباراة هرب من المدرسة وذهب إلى منزل صديقه، وأصبح ضيوف بطلا عظيما بالنسبة له. ماني وهو لاعب مسلم متمسك بتقاليده الدينية، يقول إنه دائما يلتجئ إلى الله في أوقاته الصعبة ويقرأ القرآن الكريم. قال اللاعب الشاب وإن الدين شيء مقدس بالنسبة له، فهو يتبع ويقدس العادات الإسلامية ويصلي الصلوات الخمس. كما تحدث ماني عن حياته الكروية في نفس اللقاء، وتحدث عن ما لا نعرفه، فاللاعب الذي يعرف جسمه جيدا يعرف لماذا تراجع. ذلك اللاعب كان يعاني من الجوع لفترة ما، وقال إنه يحب تناول الطعام الصحي، فلاعب نادي ليفربول لا يتناول السجائر أو الكحوليات. عندما أصيب كان من الصعب عليه أن يتحرك، فبذل ما بوسعه لكي يتحسن، ولهذا أخذ أسبوعاً إجازة أول الموسم وذهب إلى الطبيب لتلقي العلاج. يقول ماني إنه عندما تبلغ 25 من عمرك لا يمكنك أن تقول إنك ستحصل على كل ما تريده، ولهذا أتعلم بعض الشيء، أعرف أنني سأتقدم كثيراً ولهذا أتدرب كثيراً. وهكذا ظهر اللاعب أمام الجميع بأنه شخص شديد التواضع. كما عبر ماني عن سعادته بتواجد صديقه في نفس الفريق، وتحدث عن النادي والطرق الفنية للعب. قال اللاعب إن يورغن كلوب هو من أراد أن يلعب في فريقه، ولهذا لعب مع ذلك الفريق ولم يسمح بانتقالي منه، وأنه أرادني مرة أخرى عندما انتقل لنادي ليفربول. يقول إنه وصل إلى النادي الصحيح وإلى المدرب الصحيح، كما عبر عن سعادته بتواجده مع كلوب. أمضى اللاعب السنغالي موسما رائعا مع نادي ليفربول، فقد اشتهر بكونه مسلما متمسكا بتقاليد دينه، وعلى الرغم من شهرته فهو لم ينس مدينته التي تربى فيها، فقد أنشأ بها مدرسة في الفترة الأخيرة. يذهب ماني عندما تسنح له الفرصة إلى المدرسة ويتابع ما بها، فهو لم ينس مطلقا فضل من يعيش بالقرية، كما أنه أمر بإنشاء جامع ومشفى خاص بالمنطقة. فقد انتشر العام الماضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر ماني وهو ينظف مراحيض جامع موجود في مدينة ليفربول. رفض ماني الحياة الفاخرة عكس الكثير من اللاعبين، ويقول إنه يريد أن يعيش حياة بسيطة وسهلة. لقد عانيت من المجاعات ولم أذهب إلى المدرسة، وكنت مضطرا للعمل دائما. أما الآن لماذا أقتني 10 سيارات فيراري و80 ساعة من الساعات الباهظة الثمن؟ فبماذا ستفيدني أو ستفيد حياتي؟ ولكن أنا مدين بكل شيء لكرة القدم، ولهذا أساعد الجميع بما أملك. لم ينس ماني طفولته، ويحكي دائما أنه لا يفرح بالحياة الفاخرة، ولهذا فهو يكسب حب الكثير من الأشخاص. يقول النجم السنغالي لاعب ليفربول إن فلسفته في الحياة فعل الخير، لا يدري هل هو يساعد نفسه أم العالم حوله. فماني يقوم بتقديم المساعدات بدلا من حياة الرفاهية.
أنشأ مدارس واستاداً، كما منح الكثير من الفقراء الملابس والأحذية والطعام، فهو يحاول أن يساعد المناطق الفقيرة في السنغال، ويقول إنه لا يحتاج للسيارات الباهظة الثمن أو المنازل الفاخرة أو السفر أو حتى الطائرات، فهو يفضل أن يجعل الناس يصلون إلى جزء مما وصل إليه، ولهذا فهو يقدم لهم المساعدة. طفولته الصعبة كانت سبباً لفلسفته تلك ولطريقة حياته، فتوضح للعالم كم أن اللاعب طيب القلب ومتواضع وواثق من نفسه ومحب للخير، لذلك أصبح قدوة للجميع. فماني بالنسبة لنجوم جيله الذين قد شاهدنا أسلوب حياتهم يعيش حياة بسيطة جدا بعد أن شاهدنا حياة ماني، نقول إن هناك أشخاصا مثل ماني، أليس كذلك؟ هيا نشاهد حياة ماني الكروية المحترفة عن كثب. فنحن قد تعرفنا على شخصية ماني بفضل كرة القدم، أليس كذلك؟ يسحر ماني الجميع بطريقة لعبه الاحترافية مثلما سحرنا بأسلوب حياته. بدأ ماني حياته الكروية في أحد الأندية الفرنسية، ولكن براعته ظهرت خلال فترة قصيرة. كان في الفريق الاحتياطي، ولكنه أصبح في الفريق الأساسي بعد فترة وجيزة. لعب 22 مباراة في موسم واحد بين عامي 2012 و2014، كان يلعب في فريق ريد بول، وكان المقابل لهذا 4 ملايين يورو. لعب مع نادي ريد بول سالزبورغ 28 مباراة في موسم واحد، وجذب انتباه الجمهور بمهارته وبراعته في لعب كرة القدم. تطورت مهارته في موسم 2013-2014، وحصل مع فريقه على كأس النمسا. ساهم ماني بمجهوداته في 7 مباريات مع الفريق، ولكنه توجه إلى إنجلترا في موسم 2014-2015، وانتقل إلى نادي ساوثهامبتون، وكانت قيمته التسويقية آنذاك 15 مليون يورو. وانتقل بعد ذلك إلى نادي إنجليزي أيضاً وهو ليفربول. ففي موسم 2017-18 لعب مباراة نهائية مع ليفربول وحصل على البطولة. حقق ماني العديد من النجاحات مع ليفربول، وأصبح على رأس أهم اللاعبين بالفريق. حصل على دعم المدير الفني للفريق كلوب، وعلى دعم المشجعين، وأصبح أحد نجوم كرة القدم. حياة ساديو ماني الكروية مع المنتخب القومي مليئة بالنجاحات، فقد لعب معه 22 مباراة وتفوق 6 مرات، وتم اختياره في مطلع هذا العام كأفضل لاعب كرة قدم في أفريقيا لأول مرة، ويتم اختيار اللاعب وفقاً لطريقته في اللعب واتباعه للتقنيات الفنية. وقد حصل على تلك الجائزة اللاعب المصري محمد صلاح واللاعب الجزائري رياض محرز، ولكنه تفوق عليهما وحصل على تلك الجائزة هذه المرة. ماني الذي حصل على جائزة أفضل لاعب أفريقي سجل اسمه في التاريخ بالهدف الذي سجله مع فريق ليفربول. لاعب ليفربول النجم السنغالي ماني سحر الجميع بالهدف الذي سدده في مرمى ليستر سيتي. اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً لعب العام الماضي في بطولات مهمة، لعب مع ليفربول وحصل على بطولة يوفا، ولعب مع منتخبه القومي السنغال في بطولة الأمم الأفريقية. قال ماني إنه يدين لمساعدات أصدقائه بالفريق لما يصل إليه من نجاحات، وكان من بين أصدقائه الذين يقفون بجانبه محمد صلاح، ولكن التقطته الكاميرات في الفترة الأخيرة لأول مرة وهو غاضب، لأنه اعترض بحدة على تصرفات صلاح وأنانيته أثناء اللعب. تدخل كلوب وأخرج ماني من المباراة وأبقى صلاح بالملعب، وأثار ماني ردة فعل على التقنيات الفنية للاعب، وقام أصحابه بتهدئته ودعمه، ولهذا لم يعلق كلوب على هذا الموقف، وقال في نهاية المباراة إن ماني شخص حساس ولم يستطع إخفاء مشاعره، وأن ما حدث ليس مشكلة كبيرة، وأنه سيحل هذا الأمر وسينطلقون لطريقهم. اعترض ماني على طريقة محمد صلاح، والذي تم إخراجه من الملعب ولم يخفي اعتراضه، لم يعطي أي تصريح بعد المباراة. حسناً، إذا كنتم مكان ماني ماذا كنتم فاعلون؟ أخبرونا بأرائكم في التعليقات أسفل الفيديو. أخبرونا أيضاً عن أرائكم حول طفولة ماني الصعبة، وعن حياته المتواضعة والبسيطة بعد ذلك، وعن حياته الكروية. مهلاً أصدقائي، توقفوا عن الكسل، حان وقت تنشيط العقل. أهلا ومرحبا بكم في قناة حقائق العصر، أحداث لا تصدق في الماضي والحاضر والمستقبل، أسرار عن الطبيعة وعالم الحيوان، حقائق مروعة وألغاز غامضة، كل هذا وأكثر ستجدونه هنا في قناتنا. اشتركوا في القناة ولن تشعروا بالندم.